عنده جداً بالنسبة للتصرف السلفيين. ويمكن هو الأمل الوقت على اعتبار أنه هو المشاكل كتير. والمشاكل كتير طبعاً يبقى معناها أن الحكومة لابد أن تتناول كل ما يخص المشكلات دي. وعايزين نتمنى من الله أن احنا نتطور في نفوسنا بما يتماشى مع المشكلات الملحة على القطاع. يعني أحياناً بحكم يعني وجودي في الجامعة وبحكم احتكاكي مع الإخوة الزملاء أحياناً بيتساهلوا في موضوعات اختيار الموضوعات. ولكن أنا بأتمنى أن يبقى من خلال المشكلة نتناول الموضوع وليس العكس. يبقى لو كان في مشكلة إحنا نتناولها وكل المشكلة هي لفترة قد كذا من غير ما تقلق ان يحصل ريليز تاني من الميتال
المي بسرعه عكسيه. فهي بزود بس من فرص المستخدم ان هو يطوعه حسب الظروف وحسب الامكانيات. دوت الاكسبيرمنتال ديزاين طبعا من كل عينه قسنا الخمسه الانفستيجيتيف ميثودز في الدراسه. والنتائج بشكل سريع كانت تابع الجدول دوت بتاع الرصاص اللي يهمني انه حضرتك في الخانه بتاعت الكنترول في الناحيه الشمال ده بيوضح تركيزه كان قد ايه في السيو جوده، تركيز الرصاص قد ايه في السيو جوده كان 1.7% والكنترول في الاجريكشر رينج ووتر كان 1.62%. يعني التركيزات في الاجريكشر رينج ووتر اعلى منها في السيو جوده. ويهمني ان انا اعرف وصلنا لغايه تركيز قد ايه بعد وضع المواد. ف وصلنا لغايه نون ديتكتبل في السيو جي ووتر وبرده في الاجريكشن سيو جي ووتر كان زيرو او زيرو يعني تحت الحد اللي يقدر الجهاز يقيسه. وطبعا بصفه عامه يعني عندي تو فاكتورز التركيز كل ما التركيز بيزيد كل ما التركيز العنصر بيقل كل ما التركيز الستروك بيزيد كل ما تركيز العنصر بيقل وكذلك كل ما الكونتاكت بيقل يعني سبت المخلل ده قد ايه مع الميه ان هو واسع عشان خاطر يحصل الريموفال. دوت الريموفال افشنسي بقى اللي فات كان بيقول التركيز اللي موجود قد ايه ده بيقول اللي اتشال قد ايه يعني المخلل ده قدر يشيل كام في الميه من الرصاص اللي موجود. طبعا زي ما حضراتكم شايفين ان في الاخر الجدول الخاص بيوصل لغايه 100% من الرصاص ازيل من الميه الملوثه سواء كان السيوج او الاجريكشن. بالمثل بقى برضه النحاس لقينا برضه ان النحاس في الاجريكشن رينج ووتر بيبقى اعلى من السيوج ووتر. وايضا بنوصل للنت او النون ديتكتبل بس وصلوا على قد ايه وتركيز كام هو ده الحاكم. ده ريموفال افشنسي يعني قد ايه من النحاس تم ازالته من الميه الملوثه. الحديد طبعا كان اعلى تركيز لعنصر موجود في الميه سواء كان سيوز او رينج ووتر هو الحديد. طبعا ده بقى طبيعه الحديد الافيلابيلتي بتاعته الموبيلتي بتاعته النشاط بتاعه في البيئه عشان كده بيكون الحديد موجود يعني كان وصل لتركيز 4 و5% بي بي ام في الكاشر رينج ووتر وممكن يوصل اكثر من كده ولكن دوت التوتال ايرون يعني الخطوره فين؟ طب في الديزولف الايرن والخطوره في الصوره بتاعته هل هو فيرس ولا فيرن؟ فطبعا الفيرس هو الخطير والفيرك اقل خطوره او مش خطوره على الهيومن كونسبشن. طبعا عشان التركيزات العاليه فبالتالي مش هنوصل للازاله الكامله فما اقدرش اوصل فوصلنا اقل حاجه اقل تركيز للحديد كان 9/10 او 96% في ميه السيو جوكر وفي ميه الصرف الزراعي وصلنا ل 3/10. ما قدرناش نوصل ل 100% لزيرو يعني او ريموفال افشنسي ما وصلش ل 100%. زي ما حضراتكم شايفين ان الاعلى اللي كانت الترند العام كده يعني غير الترند الاخراني اللي في الابلكيشن ووتر دوت الترند العام حوالين ما بين 60 و70% بس من الحديد هو اللي ازيل. لان تركيزه الاولي حاجه من ضمن الحاجات الحامه في كفاءة الإزالة أو الـ Efficiency. وبالمثل برضه الزنك برضه من الجدول بنهتم بتركيزه في المية السيوج والمية في الأجريكشر، في الأجريكشر طبعا كان أعلى من السيوج ووصلنا لقد إيه من الزنك ده من إزالته أو أقل تركيز فضل موجود عندي في المحلول. وده الموفال إفشنسي اللي بحكم بيه على كفاءة المادة المستخدمة. اخيرا الكادميوم وطبعا الكادميوم كان اقل زي ما قلنا الحديد واعلى العناصر تركيزا في المياه الملوثه كان الكادميوم اقل العناصر تركيزا في المياه الملوثه وكان موجود في السيوج بنسبه 7/1000 تركيز 7/1000 انما في الاجريكشر ديج ووتر موجود بتركيز 28%. طبعا السورس بتاعه من المين سورس بتاعه او احد المين سورس بتاعه هو الاسمده الزراعيه فعشان كده بيكون في الاجريكشر رينج ووتر بيكون اعلى من السيوج ووتر زائد عوامل ثانيه كتيره زي السبريد المدرس برضه متاثر وفي عوامل ثانيه كتير في البي اتش وهكذا ولكن هو ده واقع الحال ان كان دايما يعني برضه ميزه ثانيه ان احنا لسنا في المياه الفعليه ان احنا نعمل
حاجه زي شبه سيرفي كده اعرف الحاله اللي موجوده في المحافظه عندي، المصارف اللي موجوده الزراعي قد ايه والصحي قد ايه. وطبعا يعني في ناس كتير ما تتخيلش ان وجود في الصرف الزراعي اعلى من الصرف الصحي، ان هو ده واقع الحال. الصرف الصحي بيبقى اعلى طبعا في النيوترينت وطبعا في الاسجينيك ايجنت وحاجات ثانيه، انما بالنسبه للميتالز كان الحال هكذا، ان في الصرف الزراعي اعلى من الصرف الصحي. ودي نسب الكسالة، وبرضه وصلنا هنا بقى يعني نسبة الريموفال افشنسي اللي وصلت ل 100% وصلت بدري، يعني بعد تركيزات اقل وبعد زمن اقل، لان التركيز الاولي كان قليل. يعني ممكن نقول ان البيت كونكلوجن ان احنا ممكن نستخدم الريجسترول كلو كوست باي برودكت وكابرتنس باي برودكت في ازاله الهيميتالز من المصارف بنوعيها الصحي والزراعي، طبعا ما تعرضناش للصرف الزراعي. وشكرا. هي استخدام البايبرودكت والاشياء اللي انا عرفت ان انا اعرف مشكلتها، واحنا اغلبنا من سائلين والمشكله اللي بتحصل من حال الرز، فكون ان انا الاقي مصدر او صوره للاستخدام في معالجه من اهم ما يحتاجه من معالجه سواء صرف زراعي او صرف صحي. فطبعا مهم جدا هذا البحث، ويعني طبعا عايزين نستفسر اكثر لان في امور معينه عشان تتكمل الصوره في اذهان السادة السبعين لابد ان يعني هنتضح من الدكتور العالم بعض الصور اللي من خلال الاسئله اللي هنتناولها هو من خلال الاسئله اللي انتم هتقولوها. فالدكتوره فاطمه استاذ الدكتوره فاطمه تفضل على كل سؤال. شكرا للدكتور على البحث الجميل ده، خصوصا انك تستلزم باي برودكت غير ده اللي هو احنا عايزينه تقريبا يكون الفتره القادمه ان احنا نبعد عن الجلس ونقدر نستخدم حاجات طبيعيه. بس الحقيقه استفساري هنا انه هل البحث ده ابليكابل على الكبيره من الميه؟ لانه ده اول حاجه. حاجه ثانيه، ولا ممكن ان احنا نعمل له موديفيكيشنز اللي هو عليك تقول ان احنا نستخدم بلط للسترو؟ الحاجة الثانية الحقيقة ايه مصير الاسترو نفسها بعد ما تقص كل المعالج؟ يعني هي لو استخدمتها في مصر او استخدمتها في اي مسافة مية ايه مصيرها بعد كده؟ طبعا حضرتك بتتكلمي عن الموديفيكيشن، والموديفيكيشن هيبقى انا متصور ان هو هيكون عقبة ضد التطبيق. يعني لو تصورنا ان انا مثلا عشان اعالج مياه الصرف قبل، هو الغرض برضه يا دكتور ان انا اعمل معالجه لمياه الصرف قبل ما يعاد استخدامها تاني، فيبقى عمليه المعالجه الثنائيه والثلاثيه والتغذيه بتاعتها اسهل واقل كلفه. ده اولا. تاني حاجه ده اللي انا بقول لحضرتك ان انا قصدت ان هو يكون الرو ماتيريال عشان يكون ابليكابل، انما لو في كميات كبيره واستخدمناها موديفيكيشن للاسيد او للالكالي ده ممكن يكون عقبه في انها تكون مطبقه. تالت حاجه بقى والنقطه اللي فعلا اشرت اليها ومهمه، ان لما استخدمها لكميات كبيره طبعا حضراتكم عارفين ان القش هيبقى المساحه بتاعته بالنسبه لحجمه وبالنسبه لوزنه يعني كثافته قليله، فلو كميه كبيره هيبقى حجم كبير خالص مهول. طيب لو كبسناه واستخدمناه في بنات ده بيقلل المساحه السطحيه، واحنا كل شغلنا على المساحه السطحيه وعلى الابزوربشن، فده برضه ممكن يكون عقبه في ازاي ان انا اطبقه. كان في وسائل كثيره للتطبيق ان هو يتحط في حاجات ثانيه يكون مش مكبوس، ولكن فعلا عايز بقى يعني ابحاث على نطاق اكبر عشان نشوف هل الكفاءه طبعا اكيد هتنخفض، لان هنحتاج ان احنا مثلا نضبط الحجم او مش هيبقى مفرغ زي ما كان هو في المسارات. يعني لما اشتغل في متر حتى مكعب لما اشتغل في 1 متر، في 1 متر انا قادر احط الماده بتاعتي في صوره يعني شبه مفرده ما هياش كومباكت، انما لما 1 متر يبقى عندي كميه كبيره من الرايس ترو، ففعلا ممكن ياثر على الكفاءه الاقتصاديه. انما لما نوصل لكفاءه بعض الاحيان 100% يعني كل العنصر بيوزان بكمية مش كبيرة من ال، فلو حتى قللنا لو التطبيق قللت الكفاءة شوية برضه ممكن تبقى لسه فعالة.
كذا مصعب من صوبه وصوبه على المزاج وزي ما اتفقنا فعلا ان يعني
كميه كبيره جدا من الاسماك المصابه جايه من مزارع القدس، فيعني كان لازم احنا يعني نقول اهتمام كبير قوي بميه المصارف، عشان كده ركزنا على ميه المصارف الصحي والزراعي المنتشر حتى عندنا في الشرقيه وفي اغلب الدلتا وفي كل الاماكن، وحتى ما فيش حد فاصل اقدر اقول ان المصرف دوت مصرف زراعي، المصرف الزراعي مختلط في واقع الامر، هو مختلط زراعي ومعاه صحي، والصرف حتى في بقى بعض الاماكن زي الزعبل والحلوان في بقى الزراعي والصحي والصناعي كمان، فكان التركيز على ميه المصارف لهذا السبب. هذا الدكتور جميل، استاذ الدكتور جميل تاني. هو يعني هو البحث والنتائج جميلة جدا، بس انت استخدمت مادة بتقول ان هي بتزيد العناصر لكن ما قلتليش المدن الاكشن بتاعها ايه؟ هل هي ابزوربشن؟ هل هو ابسوربشن؟ المدن الاكشن بتاعها الميكانيزم سلسة ده لازم تقول ده بيعمل ايه؟ قبل ما احطه اعرف هو عمل كده ليه؟ ده سؤال مهم جدا يا نجعاوي. هو قال بس اللي هي الوقت المخصص للبرزنتيشن بس دوت موجود في الدسكشن ان المين كوز ان هي تعمل ابسوربشن التركيبه ومذكور ان التركيبه عباره عن سيلوزيك وهي سيلوزيك ماتيريالز ودي بتعمل ابسوربشن فهو يعني وعشان كده كان الاشاره الى المساحه السطحيه. لانه بيحصل ابسوربشن على السطح بتاعه. هل ده ليه علاقه بالفيلنس فورسز اللي موجوده؟ الفيلنس فورسز ديت هي اللي بتعمل اتراكشن عشان يحصل ابسوربشن. مش كده؟ ما هو ده لازم نعرفه. بالظبط. اهو بقى الكلام اللي يعني كنا عايزين نثبت. الاكشن اللي بيحصل هو اكشن بيحصل بسبب تركيب السترول السيلوزيك والهيموسيلوزيك ماتيريالز ودي ليها ادسوربشن بروسيس. الشارجز اللي عليه الشارجز اللي موجوده على الدكتور ايه؟ ماينس ولا بلس؟ تمام. حاجه يعني نخش بقى في بعض العلاقات اللي موجوده ان لو الوسط بيبقى حامضي شويه ده بيبقى فيه عباره عن حيوانات هيدروجين وعليها شحن طبعا موجبه كثيره فدي الهيدروجين دي في الوسط الحامضي دوت بتنقي وتشغل النيجاتيف شارج اللي موجوده على كثير قوي من التارجت اورجنز وبالذات الخياشيم فده برضه نتيجه تطبيق السترو وكان في مواد ثانيه برضه طبعناها لان هي بتبقى شويه بتخلي الوسط الانتيميش بتقل شويه لسه في حدود في حدود المسموح بيها للصداع السمكي ولكن كونها بقت يعني مور اسيدك شويه بتخلي البي اتش اللي عليها ادابت مجبل كتيره شويه وبتشغل المواقع النيجاتيف شارج اللي على تارجت اورجنز في السمك فبتقلل من فرصه الاتشمنت مع النيجاتيف. سؤال ثاني. بس معلومه قد تكون مفيده في دقيقه واحده بس دكتور نجاوي بحثك ممتاز بس كان يحتاج ايه يعني شويه تكمله هي مقارنه بقى زي ما قلنا النانو بارتكل بالبارتكل الكبيره من الاسترو بالكومباكت بارتكل او كده لكن حضرتك عملت وخلصت والبحث ممتاز جدا هقول لك معلومه قد يكون فيها افاده واحسبها كذلك وعشان الدكتور ما يزعلش ان احنا هناخد غذاء الحيوان. يمكن عمل استرجاع للهيفي ميتال من الاسترو عن طريق استخدام جهاز معين بيعملها دكتور استاذ مساعد في جامعه الفيوم في كليه العلوم الدكتور اشرف عيسى وعمل التقنيه دي ونفذها في مصر هنا. كانت على الطحالب تحديدا، الطحلب اللي بيمتص الهيفي ميتال بيسحب منه الهيفي ميتال تاني، لدرجه انه بياخد العناصر الثقيله دي يستخدمها استخدامات سلميه في الصناعه وكده، وترجع تستخدم الاسترو تاني وتغذي السمك وتتبسط. والبحث ممتاز. اهلا. هل لسه مستقر كل بعد ما طلعت ايه مقارنتها بالحلول المتاحه
من ناحية تحمل الأسماء الدوز أو الجرعة بتاعة الليفل ده. يعني انت عارف لو عملت كورجيشن بين الاثنين دول يبقى هاني قوي، بحيث ان انا اعرف احكم على الافشل على الكفاءة العملية لمدى فتح طويلي بين التولرنس بالنسبة للسمكة بالنسبة للميتا ده. واخد بالك؟ ممكن اعمل كورجيشن مع كل الليفل ده. تمام. حضرتك عندنا خمسة والبلد كلها وللصحة العامة وبالذات المصريين. فبدأت الفرقة النهارده.